وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب محمود البحراني، عضو مجلس النواب وعضو وفد الشعب البرلمانية المشارك. سعادة النائب، بعد التحية، لو تطلعنا على أعمال المؤتمر 23 للاتحاد البرلماني العربي وعن مشاركة سعادتكم في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالاتحاد. طبعا شكرا. شاركت ضمن وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب ورئيسة اللجنة التنفيذية للشعب البرلماني في أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي المقرر انعقاده في القاهرة بجمهورية مصر العربية 17 و18 فبراير الجاري، والذي يحمل شعار التضامن العربي. والمقرر أن تشهد أعمال المؤتمر 32 الاتحاد البرلماني العربي انتقال الرئاسة من دولة الإمارات العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين، ويشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر عقد جلسة العمل الأولى وعرض تقارير الأمين العام وتقارير دورات 26 27 28 اللجنة التنفيذية للمصادقة. كما شاركت أيضا ضمن اللجنة المالية التي من خلالها استعرض مجلى الأعمال والذي من خلاله ناقش خطة عمل اللجنة وعدد تقارير حول الموازنات العامة للاتحاد خلال السنتين الماضيتين وعدد المشاريع والقرارات المالية ورفع التوصيات للبرامج القادمة، والتي بدورها سيتم رفع تقرير شأنها إلى المؤتمر الاتحاد العربي لإقراره. نعم، من القاهرة سعادة النائب محمود البحراني، عضو مجلس النواب وعضو وفد الشعب البرلمانية المشارك. كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.